المهم الخوت بالنسبة للسكان عطاني معلومات جد قيمة، بحيث أن عطاني السيرفيس اللي مخدم ليا مثلا الموديم. الشيء الآخر غادي نخبي عليكم الخوت، اسمحوا لي، ولكن بور عطاني لي بور المحلولين، اف تي بي عطانا في الأول غير اف تي بي والإنترنت، ولكن دابا عطانا السيرفيس اللي مخدم هذا البور، هذا سيرفيس، وهادشي خطر يعني ممكن تقلب عليه على الثغرة فيه وتدخل. دي من ناحية عطاني شنو كيخرج كاع، شنو كيخرج في شي فورم وكدا، عطاني شنو كيخرج في 80 اللي خرج لنا، داكشي اللي كنشوفو حنا اللي خرج لنا هو اللي عطى لينا النيت. هادشي اللي كتشوفو هو اللي خرج لينا النيت، عطانا الهيدر، والهيدر مهم، عطانا ها هو الهيدر، معلومات على يعني الهيدر مهم، شي معلومات متقدمة ما كتبانش اصلا. عطانا شنو خرج، هادي من ناحية، عطانا شي سيرفيس، سيرفيس يعني تي بي لينك، المهم خرج لنا السميه ديال الموديل اصلا، هو تي بي لينك، ودرا معلومة خطيرة جدا. اما الشيء الاخر عطاني معلومات خطيرة ايضا. المهم هذه من ناحية، هذه من ناحية، نمشي ونرجع هنا. دابا شنو بغينا نضربو على هذا، نبدلو ليه السمية، موف سكان تي تو سكان سيرفيس اوكي، ما فرقتهمش ال اس او سكان سيرفيس، مزيان. دابا غادي نشوفو الاوس، نشوفو المعلومات على الاوس الاوبريشن سيستم، اوكي مزيان. سكان اوس مثلا بحال هكا، وغنديرو هنا او كبيره بحال هكا، ونستناو السكان شنو غادي يعطينا. بغانا بغا سيدو، نعطيو سيدو ماشي مشكل، هاك سيدو. هو خرج ليا الريبورت في الاوسكان، شو خرج لي معلومات خطيرة جدا. انا ما خرج لي السيرفيس، ولكن خرج لي الاوس. غنشوف ها هو الاوس، شوف هاد تي بي لينك تكنولوجي في الماك ادريس، ولا عطاني حتى الماك ادريس ديالو، وقال لي بلي هو فون سويتش، فون سويتش مهم، نوكيا موبيل فونز ب 87%، سيسكو 1900 سويتش 85%، نو اكزاكت اوس ايديال. المهم راه جا معلومات خطيره حقيقه. نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، ونزيدو نتعمقوا شويه في هذا الماب، حيت عالم كبير بوحدو. هذه بوحدها انا بقيت كنقرا فيها سيمانه وانا كنقرا، ولا حكمتيها ممكن تخرج معلومات خطيره جدا.